وللإشارة فقط إخواني الكرام، هذاك الميغلي تيلصق عليه الإيزولاسيون تيرميك إيفونيك راه ديجا مبني. علاش؟ حيت ضروري خاصو يتبنى باش يلصق فيه الإيزولاسيون تيرميك. عادي تبنى الحيط الثاني ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الصورة. من بعد ما لصقنا أو فيكسينا الإيزولاسيون تيرميك إيفونيك، دابا المعلم ديالنا تيبني الحيط الثاني باش يبقى الإيزولاسيون تيرميك إيفونيك يبقى وسط منهم، وهكا كتتم عملية تركيب إيزولاسيون تيرميك إيفونيك العازل الصوتي والحرارة كيف ما كتشوفوا معايا. طريقة جد سهلة جدا، ما فيها حتى شي صعوبة. هذه الطريقة تركيب إيزولاسيون تيرميك إيفونيك. الحيط ديالنا كيف ما تيبان راه مزيان، هذيك الوتر هذيك كتمكن لينا من لا فيرتيكاليتي ديال الحيط. ان شاء الله شي نهار نديرو عليها شي فيديو ونشرح الطريقه ديال الجرايات وهذيك الوترات كيفاش كيتخدموا. وهذه الطريقه الاخوان كيفاش كتتم عمليه تركيب الايزولاسيون تيرميك ايفونيك. وهاد الفراغات اللي كتشوفوا وسط الحيط حتى هما ان شاء الله نديرو لهم واحد الفيديو ديالهم. هادو اللي كتشوفوا نتوما ان شاء الله نديرو لهم واحد الفيديو خاص. واستودعكم الله.